بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله عزيزاتي طالبة الصف الثالث ابتدائي في مادة الرياضيات. لدينا درس جديد وهو بعنوان تحديد العملية المناسبة. فكرة الدرس سوف أحدد العملية المناسبة للجمع أو الطرح لحل المسألة. إذا يا عزيزاتي لدي استعد، يحتوي جسم الطفل على 300 عظمة، بينما يحتوي جسم الرجل على 206 عظمات، وذلك لأنه يتم التحام بعض العظام مع بعضها في أثناء نمو الجسم لتشكل عظاما قوية. إذا يا عزيزاتي في هذا الدرس سوف أحدد العملية المناسبة الجمع أو الطرح لحل المسألة. إذا يا عزيزاتي لدي المثال يا عزيزاتي. طلب مني كم يزيد عدد عظام جسم الطفل على عدد عظام جسم الرجل. إذا يا عزيزاتي أقرر ماذا سوف أستعمل، الجمع أم الطرح لحل المسألة. بما أن أعطاني في المسألة يا عزيزاتي كم يزيد، إذا يا عزيزاتي إذا سوف أستعمل إشارة الطرح. طلب مني كم يزيد الواردة في المسألة، إذا تعني استعمال الطرح. إذا يا عزيزاتي لدي العدد 300. إذا إشارة الطرح يا عزيزاتي طرح العدد 206. إذا تعلمنا يا عزيزاتي كيف نبدأ بالطرح. إذا سوف أبدأ بطرح الآحاد أولا. إذا يا عزيزاتي لدي في الآحاد صفر طرح الستة، أقدر أطرح من الصفر ستة؟ لا، أحسنتم. إذا سوف أتسلف من منزلة العشرات، ألاحظ في منزلة العشرات لدي صفر، إذا سوف أتسلف في منزلة المئات، إذا تبقى لي اثنين. إذا أصبح لدي يا عزيزاتي في منزلة العشرات عشرة عشرات، سوف أعطي عشرة إلى الآحاد، إذا تبقى لدي في العشرات ماذا؟ أحسنتم، إذا تبقى لدي في العشرات تسعة عشرات. إذا يا عزيزاتي لدي في الآحاد عشرة طرح الستة، أقدر أطرح العشرة منها الستة؟ نعم. إذا كم يتبقى؟ أحسنتم، إذا يتبقى لدي أربعة، أضع الأربعة تحت الآحاد. انتهيت من طرح الآحاد، أنتقل للعشرات. لدي تسعة طرح الصفر، كم يتبقى لدي؟ تسعة. أحسنتم، أضع التسعة تحت العشرات. انتهيت من طرح العشرات، أنتقل لطرح المئات. 200 طرح الاثنين طرح الاثنين صفر. أحسنتم، إذا الناتج يا عزيزاتي لدي 94. إذا يحتوي جسم الطفل على 94 عظمة زيادة على ما يحتوي جسم الرجل. واضح يا عزيزاتي لكم؟ إذا سوف أنتقل للمثال التالي. لدي مثال ثاني، دفعت مريم 45 ريالا لشراء حذاء و52 ريالا لشراء قطعة قماش، فكم ريالا أنفقت مريم لشرائها معا؟ إذا أعطاني، ألاحظ في السؤال أعطاني كلمة معا، إذا تعني أنني سأجمع. أعطاني في السؤال يا عزيزاتي كم ريالا أنفقت مريم لشرائهما معا، إذا كلمة معا تعني أنني سأجمع. إذا يا عزيزاتي لدي 45، إشارة الجمع يا عزيزاتي، إذا 45 جمع العدد 52، إذا يا عزيزاتي 45 زائد 52. سوف أبدأ بجمع الآحاد أولا، 5 زائد 2، أحسنتم، إذا 7، أضع 7 تحت الآحاد. أنتقل للعشرات، لدي في العشرات 4 زائد 5، أحسنتم، إذا 9. إذا يا عزيزاتي لدي 97 ريالا، إذا أنفقت مريم 97 ريالا لشراء الحذاء وقطعة القماش. واضح لكم يا حلوين؟ إذا يا عزيزاتي سوف أنتقل لفقرة أتأكد. لدي السؤال الأول، إذا حددي العملتين الأنسب الجمع
أو الطرح لحل كل من المسألتين الآتيتين ثم أحلها. إذن يا عزتي لدي السؤال الأول، تحتاج سارة إلى جمع 225 طابعاً تذكارياً للمشاركة في معرض المدرسة، فإذا كانت قد جمعت حتى الآن 147 طابعاً، فكم طابعاً ينقصها؟ هاي يا عزتي فكم طابعاً ينقصها؟ إذن سوف أستعمل الطرح. أحسنتم، إذن سوف أستعمل يا عزيزاتي عملية الطرح. يلا يا حلوين، لدي العدد 225، إشارة الطرح العدد 147، إذن يا عزيزاتي سوف أبدأ بطرح الآحاد أولاً. ننظر سوياً، إذا لدي في الآحاد 5 طرح السبعة، أقدر أطرح 5 منها السبعة؟ لا. أحسنتم، إذا سوف أتسلف من منزلة العشرات. إذا الآحاد لدي 5، أضفت لها العشرة كم تصبح يا حلوين؟ 5 أضفت لها العشرة. أحسنتم، إذا 15. إذن يا عزاتي لدي في الآحاد 15 طرح السبعة، كم يتبقى لدي؟ أحسنتم، بارك الله فيكم جميعا، إذن 8. سوف أضع 8 تحت الآحاد. انتهيت من طرح الآحاد، أنتقل للعشرات. لدي 1 طرح الأربعة، أقدر أطرح 1 منها الأربعة؟ لا. أحسنتم، إذن سوف أتسلف من المنزلة التالية. إذن 1 أضفت إلى العشرة كم يصبح؟ إذا لدي 11. إذا يا عزيزات 11 طرح الأربعة، كم يتبقى لدي؟ 11 10 طرح الأربعة، 4 عشرات. أحسنتم، بارك الله فيكم، إذا تبقى لدي 7 عشرات. أضع 7 تحت العشرات. انتهيت يا عزيزاتي من طرح العشرات، أنتقل لطرح المئات. 1 طرح الواحد، صفر. أحسنتم، إذا يا عزيزاتي لدي 78 طابعة، إذا لدي 78 طابعة. واضح يا حلوين؟ إذا سوف أنتقل لفقرة 2. قام سعد وسعود بجمع صدفات من شاطئ البحر، فإذا جمع سعد 711 صدفة، وجمع سعود 25 صدفة زيادة على ما جمع سعد، فكم صدفة جمع سعود؟ هيا حلوين، فكم صدفة جمع سعود؟ إذا جمع، إذا سوف أستعمل إشارة الجمع، إذا سوف أستعمل يا عزيزاتي الجمع. إذا لدي العدد 711، عملية الجمع يا حلوين، إذا 711 زائد 25. سوف أبدأ بجمع الآحاد أولا، 1 زائد 5، هيا عزاتي 1 زائد 5 6. أحسنتم، بارك الله فيكم، انتهيت من جمع الآحاد، أنتقل لجمع العشرات. 1 زائد 2 3. أحسنتم، بارك الله فيكم، إذا سوف أضع 3 تحت العشرات. انتهيت يا عزيزاتي من جمع العشرات. المئات 7 زائد 0، أحسنتم، إذا 7. إذا يا عزيزاتي أصبح الناتج لدي 736 صدفة. واضح لكم يا حلوين؟ واضح يا عزيزاتي؟ إذا ننتقل فقط أتدرب. لدي السؤال، أحدد أي العمليتين أنسب، الجمع أم الطرح لحل كل من المسألة التالية، ثم أبدأ بالحل. إذا لدي فقرة 4، طلب مني يظهر الجدول أدنى عدد الملصقات التشجيعية التي حصل عليها 3 طلاب، فما العدد الكلي للملصقات التي حصل عليها وائل وخالد معا؟ إذا يا عزيزاتي ألاحظ أعطاني كلمة معا، إذا كلمة معني يا عزيزاتي تعني لي، أحسنتم، إذن تعني لي يا عزيزاتي استعمال الجمع. إذن سوف يا عزيزاتي أبدأ بالجمع. إذن طلب مني فما العدد الكلي للملصقات التي حصل عليها وائل؟ إذن وائل لدي 44 ملصقة، وخالد لدي
37 ملصق. إذا يا عزيزاتي، إذا لدي 44 استعمل إشارة الجمع زائد خالد كم لديه من ملصقة؟ أحسنتم، إذا 37. إذا سوف يا عزيزاتي أبدأ بجمع الآحاد أولا، إذا سوف أبدأ بجمع الآحاد أولا، لدي 4 زائد 7، هاي يا عزيزاتي 4 زائد 7، كم يتبقى لدي؟ أحسنتم، إذا الناتج 11، أضع الواحد تحت وأرفع الواحد فوق العشرات، انتهيت يا عزيزاتي من جمع الآحاد، أنتقل لجمع العشرات، لدي 1 زائد 4 زائد 3، كم يصبح لدي حلوين؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، إذا 8، إذا يا عزيزاتي الناتج لدي 81، إذا 81 ملصقة، واضح يا عزيزاتي؟ لدي سؤال 5، طلب مني التقطت نورة 67 صورة، منها 19 صورة للطيور والباقيات لحيوانات، فما عدد صور الحيوانات المتبقية؟ إذا طلب مني فما عدد صور الحيوانات المتبقية؟ إذا يا عزيزاتي سوف أستعمل إشارة الطرح، أحسنت، إذا سوف أستعمل إشارة الطرح، لدي العدد 67 طرح 19، سوف أبدأ يا عزيزاتي بطرح الآحاد أولا، لدي 7 طرح 9، أقدر أطرح 7 منها 9؟ لا، أحسنت، إذا سوف أتسلف من منزلة العشرات، تبقى لدي 5، الآحاد لدي 7، أضفت لها 10، 7 زائد 10، أحسنت، إذا 17، إذا يا عزيزتي لدي في الآحاد 17 طرح 9، كم يتبقى لدي؟ أحسنت، بارك الله فيكم، إذا 8، انتهيت من طرح الآحاد، أنتقل لطرح العشرات، 5 طرح 1، 5 طرحت منها 1، أحسنتم، إذن يتبقى لدي 4، إذن يا عزيزاتي 67 طرح العدد 19، إذن 48، إذن يا عزيزات طلب مني فما عدد صور الحيوانات المتبقية؟ إذن 48 صورة، واضح لكم يا عزيزاتي؟ واضح لكم جميعا؟ شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.